من ربيع سنين، عندي شخص على مستوى البوابة. اعطيني الهوية زميل. عندي شخص يقول استدعوني. المكان مأمن، المكان مأمن في انتظار وصول السيد الرئيس. واضح 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 واضح. صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المساء. ضحية اليوم هو أشرف شهيرا سباليتي، 27 سنة من الكرم، أستاذ متاع جيستيون. دبرنا نمرو أشرف واتصلنا به باش يجي قاري دروس خصوصية لتلميذة باش تعدي الباك، وما كانش يخطر على بالو اللي الحبيب ميقالو كان يحضر له في درس خصوصي جدا. أشرف وصل للعنوان وما عنده حتى فكرة على شكون اللي كلمه، والمفاجأة بدأت من الباب كيف لقى روحه في فيلا فخمة تحت حراسة وإجراءات أمنية مشددة. بوثينة الجوفرنانت استقبلت أشرف وأعلمته إنه في دار بنت الرئيس، واللي البنية اللي باش يقريها جود هي حفيدته. هذه دار بنت سيد الرئيس وبنت بنته اللي باش تقريها إن شاء الله. فهمت. دابا دخلت خالت شويه حسك خفت شويه خاطر مانيش مسلين هكاك فهمتي. دونك تفضل بوها بحدينا باش تحكي معاها. صباح الخير. مرحبا. تفضل. قبل ما يبدا الدرس أشرف قعدت مع سي طارق بالطفلة اللي فهموا اللي البنية هي دلول تعزيزها وأمورها تعبة شوية في القراية ولازمها تاخذ باك مهما كان الثمن. القرية في مدرسة ولا ولوني قرب. سلام. سلام ورحمة. لاباس؟ الحمد لله. شحال حوالك؟ الحمد لله. تفضل. في البروف نتاع كنزة سيد الرئيس. مرحبا. جيستيون ان شاء الله باش يقرا. ان شاء الله. ان شاء الله تنقزها السنة. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله على يدي نحجوا. ان شاء الله. ما قريتش مليح وما دخلتش برشا دونك. أشرف قعد مع كنزة في الصالون. وفي بالهم باش يبداو في الدرس، اما البشبوج اللي كان قاعد مقابلهم كان عنده برشا هدره يحب يحكيها مع الاستاذ. ابنك هي كركره ما تحبش تخدم. عندي زهر ما تعرفش. كل ملكو بالدلال ماشي. انت ودرسه. زيرو قديش وقت كانت زمان. شبيك باللحيه يا شيخ؟ نجم نقول لك مثال يا شيخ؟ السيد الرئيس. السيد الرئيس انا مغروم برشا يعني بروما بايطاليا. فهمتني مغروم برشا يعني ككورة نحكي ككورة ديجا انا عطولي سباليتي والله مسك سباليتي سباليتي اه مغروم برشا بايطاليا فهمتني اللحية عملها خاطر لي جلادياتور قبل يعني في روما دونك كلهم هكا يعني ستيل مش بتاع لا 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 كان فني جيبو شي استاذ يطلعنا لا 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 جوست هذا يعني عملها ك زينة لوك 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 واتيتو الحمد لله عايش. كنت تحب كما قلت لك نعمل انت تمشي تقرا في الليسي اللي انا قلبي مغلغل كان على الاساتذه خاصه بعد ما اكل يعقوب يقول وفي بالك مؤخرا شعوب اي جات مسكنا براس ناجي جلو الاساتذه تبدلوا ما عادش كيقبل صعيب شاقه مثلا كما سي الشريف ولا سي اشرف صعيب وثاني أجيب حاجة للراجل يشربها. أي سيد الرئيس تشرب حاجة. والله. لهنا كنزة دلول تعزيزها باش تبدا تتقلق من التشويش. ما ينساش نجم نقرا معناها ولا حتى كيفاه كنزة؟ نجم وتخليوني معناها ثقة برك ان نفهم شنو مش فاهمة وشنو اللي ما ينساش قول. أما الرئيس ميقالو قايد السبسي مازال عنده هديري وحكايات يحب يحكيهم مع سي أشرف. والله علاش على الشباب تحت عايشك انت ظاهر دافي تقول عايشك وان شاء الله على يدير حجه ان شاء الله. تسمع يا كنزه ولا نسمع فيك الكوره عندك تو بيمساش تخليني نقرا بابي ولا اقرا يا نقرا كما قلت لك وش هي جمعيتك يا شريف في تونس من برا وفي تونس من برا روما يا سيد الرئيس في تونس ملعب التونسي البقلاوة يا بابي عايشك شنو هذا يا اخي بالليل شنو هذا انا بشو انا هني باش نمشي ما نجمش نقرا هكا تفهموا احدكم في ضعفكم ليلي والله لي ليه والله لي ايش انا ليه اسمع اسمع اسكت فيها عقد خليها شباب صغيره سيرش الله عليك سيرش شو صار بال كنز